السلام عليكم، أنا اليوم بيصلي علي ويدعي لي 70,000 ملك لين أمسي. السلامة. حفظ الله من مطار جدة لمطار الرياض، بزور عمك سعود. والله إن شاء الله يسر الأمور. تدري يا أبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في زيارة المريض: ما من مسلم يعود مسلم غدوة إلا صلى عليه 70 ملكا حتى يمسي، وإن عاد في عشية صلى عليه 70 ملك حتى يصبح. الله يجعلنا منهم حنا وإخواننا المسلمين، الله واللي يدلنا على طريق الصح والصواب إن شاء الله، ما دام أنه فوق البسيطة. اللهم أمين. طيب أنت وين رايح؟ كأنك تبغى تخلص السنابة ولا تبغى؟ لا أنا بنمشي. طبعا حنا شيباننا يا ذوي غانم معهم بلا لا جو في المطار الا يشحن شنطتي ويجلس على الكرسي. ترى شنطه ابوي ما هي شنطه. ان شاء الله نتمنى لانفسنا جميعا سفرا سعيدا وعودا حميدا. الله اللهم امين. عمي انا بسالك سؤال. تفضل. لو المرض ما يعرف الا كبير السن كان قلنا ما في مشكله، غانم ابو العلا وابو بنت الديره صغار سن، لكن المرض ما يعرف لا كبير ولا صغير، ما يعرف الا الطيبين. يا عمي الاثنين الوحيدين اللي من ذوي غانم ابو بنت الديره وابو العلا ما يجيهم مرض. شوف لا 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 لا، هذه مقادير من الله سبحانه وتعالى. اصلا المرض مثل الموت، ما يعرف لا كبير ولا صغير. المرض ما يجي الا الكبار، ولا احنا ان شاء الله باقي في مكتب. لا والله ما يجي الا الطيب، ما يجي مقطعين الاربع. والله احنا طيبين ان شاء الله، ولا كان احنا ورعان تونا وضلع وتحمر على 70 سنة أخذ اللي هم. هي ما لها علاقة في السن. الرجل هذا الله يجزا عنا ألف خير مثل الضب حق الحرة اللي كله حراشف ما يجي مرض، وهذا مثل الغزال اللي يعيش عشرات السنين ما يجي مرض. والله يا اللي مكتوب اي سال يجي مرض ولا غير مرض، بس توكلوا على الله. احنا ما نكب والعلوم هذه عندنا، ما اننا مغيرين المقادير لكن مواريها ظاهره، ما يجنب عن كبار السن. لا حول. عان ابوي كبير سن، عان ابوي ابوي حاله. لحظه ابوي عان كبير سن مر عند الملاقه صبي ما شاء الله عليه. كبير هذا حاله استثنائيه يا ابوي، الله يحفظك اسنانك كلهم يا تعبان يا منسدح. انت ما شاء الله تبارك الله. ابو عقاب غير مهتم في الرياضه، مهتم في الاكل في المشي. ما هو الرياضه، الانسان ترى ما يروح من الدنيا هذه وباقي له شيء. لا اللي قد اخذ المرض واللي حقه بيستوفيه، فهذه امور عند رب العالمين. يجي الاهلي قفا يقول ما غريب يختلص مر ما هي مريتن فيه. توكلنا على الله. يا مرحبا يا مرحبا، هلا ومسهلا هلا. ايش فيك انت شاد امها في السلام؟ خلاص ترى غانم كشخه وما اشوف فنان، اشغلتنا. لا ما علينا، بس اسمع الشياب ذولي الله يطول في اعمارهم، لكن انا اسال الله انه لا امرض ولا شيء اني انا اقفي المية. ثم اذا قفيت المية بالله بتعيش للمية. الله ما على الله شيء نصعب، بمشيئه اللي ما تنام عينه. ان شاء الله عند الله بعد لا تفتح عيون الشياطين. والله معاني احس بقلبي، احس بالله بالله خلاص قلبك يعورك. خلاص يا غانم زبط ابو وبنت الديره بحواله. ابشرك ان قلبه زاد نبضه الحين. ابوي ابوي ابى قهويكم. لا انا تفضل. الا يا ابن الحلال وش تبى من ستاربكس؟ ابى قهويك. والله ما نبغى شيء. قل لي بس كابتشينو ولا قبل تشوره. وش اللي تبيه؟ الكابتشينو. وش اسمه؟ الكابتشيني. كابتشين ولا كابتشيني؟ نفس المعنى واحد. وش اسمي يا ابوي؟ كابتشيني. وش تبي يا اخي؟ عمي بالاشاره انا عطني زي عمي الله. وش اسمه؟ عطني وش اسمي يا عمي؟ الكابتشيني. الكابتشينو زي ابوي. كابتشينو. وانت يا عم ذيب زي ابو عقاب، اصلا كلنا نتعلم من ابو عقاب. بيض الله وجهك. هاي يا ابوي. يعني انا عندي اخذ ورد ولا لا؟ ما عليك. ولا ما نطقت كويس ولا لا؟ هو اسم ترى المعنى اللي يودي الطريق كل واحد قاعد يقول هذا طريق السيل وهذا طريق هذا غير المسلمين وهذا المسلمين وهذا وادي فاطمه. طيب خلونا نتقهوى. الريحة تفتح النفس والشكل يفتح النفس.
شوف المنظر بس يا جماعة، أحلى قرمشة بتجي. بسم الله. هذه الوجبة الجديدة من هارديز، هارديتس. شوفوا يا جماعة، عبارة عن خبز محمر. الله 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 يا عالم القرمشة، زايد البطاطس المقرمشة الدوريتس، زايد جبنة الناتشو، زايد صوص الجبن الحار، زايد الدجاج المقرمش، زايد الخس، الطماطم زي ما تشوفون، كل هذا فريش، يعني بيجي أحلى قرمشة. بسم الله. أقول لك في قاعدة في عالم البرجر وعشاق البرجر، إذا ما خلصت البرجر كامل يعني نسبة إعجابك ما وصلت 100%. خلونا نكمل ونشوف. صلاتي على النبي، هارديز يا مجانين، وش سويتوا؟ وش سويتوا؟ بس قولولي، كمية قرمشة مو بطبيعية. وش تقول القاعدة اللي قلناها قبل شوي أخواني وخواتي؟ إذا ما خلصت البرجر كامل يعني نسبة إعجابك فيه ما وصلت 100%. مع الصوصات الخطيرة اللي عندهم والبطاطس السبايسي، يا سلام. بسم الله. بص يا مال الشحم، خل المكان زي ما كان. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمتنا وسقيتنا من غير حول منا ولا قوة. لذيذ يا أخوان، لا يفوتكم. هذا فرع عند أخونا الإماراتي؟ إي يا أبوي. أفا، أدخل أدخل، ثم شلنا الخريطة من الأطياب ودعم كل في المستشفى. فيض الله وجهك. الطيب يستاهل الطيب. اي والله ابو فهد علوم غانه يستاهل الطيب. السلام عليكم. كيف حالك ابوي؟ طيب، ايش اخبارك؟ اسمع يا ابويا، خذ الطيب اللي يعجبك، اللي يجوز لك لو تبي تاخذ المحل كله. هذه باقه الجوهره كم سعرها يا ابوي؟ هذه سعرها طال عمرك 800. ما ادري، ما ست، اخذ خمس ولا ست غيرها. المهم خمس ولا ست. اخواني هناك وعمك هناك مريض، الشهر في الرياض طاح في المستشفى، واخواني عنده والزوار اللي عنده ما تبغى يهدي غير. يعني انت ليتك والله تروح لبعرك، خلي الزوار زايرين بيجون المريض، واخوانك اللي يدور اهله. احنا عندنا بزاور مريض ونبي يتعالج ونجمع اطياب ونعطيها المستشفى. ابوي قل له اذا كان صاحبك عسل لا تلحسك كله. وكان صاحبك سمن ولا عسل؟ ايوه. خذ لك شويه شيء وبقي. العرب غلقوها على ايام اطوال. ما تسد عطر البقاطه الثانيه الموجوده ثم اقول الباقه هذه تسد العوده اللي في المستشفى هناك. وش اسمه صاحب؟ يقول ابا لي والاخوان صاحب اذا صار عسل ولا سمن خلي من شويه، وبعدين اخوانك واللي عنده مالك مالك فيهم الزوم. يا ابو النصر ارجع لنا انا يا ابو النصر يا ابو النصر والله ما نقبلها، ولا ناخذها ولا تشارينا ولا تبارينا، واللي يبى هذه ياخذها. انت ما نقبلينه ولا اخذينه. اقول لك عمي انت لا تكبر ولا تعطي شيء، يعني هذا نشيله معنا من الطائف الحين تفلت علينا مجاعد ابوه. خليه يروح لك انت ارتوى بعرف. هو اصلا هو ايش عارف يا عمي؟ انت راعي حق ورجال بتعطي وافيه. هذه يا عمي طيب هذه باقه كامله، باي باقه كامله على الرجال عنده 10 يجي مالك فيهم لزوم. احنا مكلفين بالزوار نعطيهم باقات يا ولد. انت بخيرك من جاي عمي اللي حولك. الله 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 الله، ايش ذا؟ لا يا ابوي اللي افكيت الماسوره اللي تقولها. ايوه شويه لما فيه ماء. لا لا نفسك ولا اللي معك خليها تبقى. لا لا لزومه الكلام هذا يا عم محمد سعود. هي ما هي يا ابو بنت الديره شغلتها حرمنه، هي شغله هديه ولا على كريم تشرب. يا حرام اسمع اسمع واجيب لك قارورتين واحده. اسمع انا ما لي حاجه لا قاروره ولا قارتين. يا حرام على محمد وحلال للناس الثانيين. اسمع اسمع العالم تاخذ بوكسات تاخذها وتضرب. اقول من هم العالم اللي اخذوا؟ من هم؟ ما تدري من هم؟ عمك سعيد كم اخذ علبه يوم عرس امس؟ فوق 50 علبه يوزع على المخطط كله. سعيد ما بقدوه. ها؟ رجال اللي تهبدنا وبيصيبنا وبيخطي. ولا الصندوق هذا يا عمي يكفي يكفي يا عمي صل على ولا الهديه اسمها ولا سقيمتها؟ الهديه اسمها ولا سكثرة طيب القوى اللي تشيلها قال قرقع معك راح المستشفى. اسمع ابوي وعمي ذيب وهادي هنا يبغى له بعد باكج. ذيب ذيب يستاهل. راعي واحد راعي وحده والغنم. اي والله يستاهل. ما بقى منك غير سلامتك. يخذل عمك اللي تبزاوره وتكفي عنا كلنا. يا عمي عمي المفروض انك ما تقول الكلام هذا يا عمي. انت رجال الراعي جزله وراعي مده جزله، وانت ابوك غانم معطنا اللي قدامك. ما عندك الحين تعي عني بكس. انا معطنا البلا من هذا انت من البجهيم اللي مسك الوحده قيمتها 100,000 معطيها وتخبر عطاها والعطايا لا تشد عنها. اللي تعطيه انسى. طيب انا باكل جيز. خليك خليك ما نبي لا لا تكفيها برا طلع من هنا. اركب يلا يلا يلا.
السلام عليكم. هلا الدار. السلام عليكم. عليك سهلا. تخاف من المرض ولا ما؟ الله حيه. الله حيه. انت مقابل على هالمرض ترى المرض لا براي راعي. الله حيه. والله صياح وجات الغاره. حنا مناديب وحنا سبوره. ولا تخاف قلب الرب. كلهم كلهم. الله حيه. الله حيه. الله حيه. ما شاء الله. ما شاء الله. هلا والله وسهلا. يلا حيهم. يلا حيهم. هلا وسهلا. حياك الله ابو فهد. مرحبا يا ابو فهد. الله يحييك وان شاء الله الرحمه تشملنا جميع. الحمد لله. هلا يا الله برحمتك اتذرى. انا داخل عليك من العقوبه. هلا يا رب عبد ما تزرى ولا حتى معلي عزروبه. يخاف ويرتجف لا من تطرى. عذاب القبر كانه ما تدوبه. ولو حاول من الذنب يتبرى من اللي قد تبرى من ذنوبه. وله قلب على الزله مضره. حياته بين ذنب وبين توبه. يا خافي فيض ما بالصدر برا. وكل الناس تدعين عيوبه. رفع كفيه يدعو ويتحرى. الغيث من قد هبت هبوبه. واذا طاح الجمل كل تجرى عليه وقام يطعن في جنوبه. والسلام اقبالك يا ابو فهد. ما قدامك خير العافيه والصحة والحمد لله رب العالمين. وليدي من الله حيا الله. قدامك العافية يا ابو فهد. الله يحييك. وانت طيب والله ما شاء الله ظن عمل. قدامك العافية. ما شاء الله. السلام عليكم. سلام. هلا شلونك؟ طيب يا عمي. الحمد لله. بشرنا عنك. بشر. عاش من شافك. الحمد لله. وش اخبارك؟ نحمد الله. امورك تمام؟ كل شيء زين. ما شاء الله. لا ان شاء الله كم اسبوع ثم تترك العصا هذه يا عمي. انت تضطر حلبل تشيل عصا؟ افا يا ذا العلم. نطلب الحشر من اول والزعتان والجبال. والحين حط لك عصا؟ اقلع العصا يا رجال. يقولوا شلونك؟ عساك طيب. عساك طيب وشلونك؟ من هو يا عمي؟ مطيرين مطيرين. قالوا شلونك؟ عساك طيب. قلت والله رجلي فيها عوار. قال ما اسرع رجلك تعذرك وانت اسحب لك سريه ناره من قطع الوادي. السلام عليكم. هلا هلا ابو وليد. يا السريه معلش. يلا حيهم. يلا حيهم. حياك الله. يا مرحبا. يلا شلونكم طيبين؟ هو يلبل وملبل ولا كلام هذا. لا تنقل همه مره ولا يغير على نفسيتك بشيء مره. ازهل مخدوم من ذي مره. سنك حاضر. قلب عندها ما وجهها شيء ولا راح نبدع لها دائم. راعي البويض امر لا قال فعل. لا والله ما الحق. والله ما الحق ان شاء الله خلاف ولا الحق لهم. اليوم اللي اقدر اشيح وليح سادم فيها. واليوم اني طحت عنها. هلا حضري يا الحين. هلا حضري. ما شيء. بعدين يا عمي لا تقلق ولا تخاف. ما شاء الله على ربي مرزقك بالنشامة ذولي. فالبل وفي غرل. عيالك عنهم عشرة واللي باقيين ما جو في الطايف. والقبيلة كل الجايم ثنتين من الغنم وثلاث. تستاهل. وناسة وسوالف والحمد لله. تسديد ديون على ما قدمت يمناك في الأيام الماضية. الحمد لله. إن شاء الله أننا قدمنا. أننا مقدمين علم الغانم وربعنا يستاهلون. هم ما يبى الراجعة من غير شر. جاء عروض هنا وجاء علوم بس ما بقى. يا بل عاصمة. أنا ولد. أنت لا كنت أبى تتزوج وتلحق أخوك في تركيا. لا يخاف. اليوم اللي قدرت أقوم أنا أقوم. اللي أبى باخذه بسويه. يعني عندك نية يا عمي. إن شاء الله. إن شاء الله أن أبى أني بقدر عليه. انت ايش رايك في اخوك اللي عانى اعرس راح يوفقه تجوز وراح ويتمشى والله يرزقه ويوفقه اللهم بس والله انه فعل ما توقعنا انه يتزوج لا تجوز الرجال ونجح راح طيب يا عمي وش نبيك تشرح لنا وش القصه من البدايه انت وش حسيت فيه من البدايه الوجع اي والله ما حسيت بشيء جاني مفاجاه اخذت لي يومين اللي والله اني ونس رجلي كل ما جيت اصلي وانا خرجني بلا هني اللي ما اقدر اقوم واليوم الثالث خرجني اللي رجلي عقال لي خرجك يعني ليش يا عمي؟ عوار 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 ندقري هني في رجلي عوار تقول تقول خرجك يعني يا عمي جاك وجع يعني وجع انت تقول داعس نفسك في جنبي اعوذ بالله والله انك تقول داعس نفسك كل ما جيت كل ويوم جيت اهضع للصلاة واقوم ويضربني لرجل عقال لاني ما اتحرك عقال عقال ويش يعني يا عمي تكفى اشرح الخمسة مليون يتفرجون فيها انعقالت رجلي انعقالت ما عاد امدها ولا ارفعها انعقالت يعني كيف؟ انعقالت كذا ها ايه طيب ايه انعقالت كيف؟ ما تعرف المعقوله؟ لا قال عجلت يدها واحده ولا ثنتين
لا عقلت هذا راحت مريض واحده صادق انا عقلت رجلي مثله طيب يا عمي هذا المرض جاك فجاه والله جاني فجاه بدون سبب والله بدون سبب بدون شيء يمكنك شايلين شيء ثقيل ولا لا والله ما شلت شيء ثقيل والحمد لله على الامر اللي جابها الله طيب يعني على معارضه طيب بعدين يوم رحت للاطباء وش قالوا والله قالوا عندك فقرات نازلتن على الاعصاب ومسوي التهاب برجلك فقرات نازلتن على الغضاريف نازلتن على الاعصاب وسويت التهاب برجلك هذا الطب هذا الطب العربي العلم العربي الطب العربي الاطباء المتعلمين اها والاطباء الشعبيين وش قالوا الشعبيين يقولون برضه يقولون انت عندك احد يقول عندك غضاريف واحد يقول عندك انزلاق واحد ما طيب نساء حد يقول عندك عرض نساء اللي تواني واللي في صدني واللي كلها طيخ بيخ طيب يا عمي والحين كيف امورك احنا عندنا زواج بالطايف وانت حضورك مهم اموري جاهز على بشرك والعلم زين والامور جاهز وانا بخير ونعمه نحن طيب الحين متى بتمشي متى بتجينا في الطايف لا ماني مشيت جيت الامر هنا بنسوي لك حفل على سلامتك خلينا نمشي ان شاء الله بسلم وبقوم ولمن وصلت اللي تتسوون الله يقويكم ويعينكم وبنسوي حفل ويمكن الحفل مناسبة نعم. سلامتك ومع الزواج مع الزواج خالد ما عندي اعتراض على شيء عمي ما في اعتراض على شيء بس لا تروغوا عمي انتبه من بعض الامور لا 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 ما عندي عم. ما عندي اعتراض مرة انا بعلم اي علم ولا لا تعلم خاله هي عندي عرس بعد عرسكم بيومين يقول ابغاك تعرس معي ومجهز لها المركب اها خالك الرويبح مجهز لك الامور والله خالي ونعم وكفو طيب يقول ابشر بالعماره وابشر بالصرافه والفلوس وابشر واللي تباه اقدم عليه واخذه طيب اسمع يا عمي انت عيالك بيعلمون عليك لا علي من هذا ولد الحرمه الثانيه اجل انا خايفه من عيالي ولا خايفه من احد ماني بخايف غير من اللي خلقني سبحان الله عز وجل نعم انا زيد السلام انا خاف العصا تعود على راسي لا العصا تقعد العصا واللي يقعد معاها يقعد طيب يا عمي امس اول اشوفك تسولف تقول جاك واحد بزيت مقريم فيه يوم استخدمت الزيت امس في موضع الالم وش صار؟ والله صار عندي التهاب قوي صار عندي التهاب حاد قوي بالحيل أسهرني من الساعة 2 لأول الظهر مكان الزيت مكان الزيت هذا يقول زيت مقريين فيه قارن فيه الشيخ ودهنت به يمكن واحد له بك بعين والله ما دي لو انه انت اقرا اذكارك ولا ما تقرا والله لو اقرا اذكار اللي الله وش ما يلزم غير الفاتحه اسمع اللي اقراها ما هم مفتكرين من اللي جايب بالله يا بس انت اقرا واللي امرها الله اللي جاء انت اقرا الاذكار؟ ايه اقرا وش انا الاذكار؟ الاذكار بسم الله الرحمن الرحيم واعوذ بالله من الشيطان والله وفيها قران وفيها الف سلامة يا عمي وما ترى باس ان شاء الله ان شاء الله ترجع للطائف بالسلامة ونسوي لك الحفل ونشغل الشيلات وتلعب وتستانس الله يسلمك يا اللي انكبتني الشيلات هذه واللعب هذا يا مرحبا ومسهلا يا عمي يقول لك ابوي وعمي ذيب حياك الله على اللي تفعله وتستحق الله يعافيك واجبك اكثر منه انتم قدرك اكثر منه طيب ومعذار وليس مقدار ويا عمي وقدام عيالك الحاضرين لما زانت الامور علاجك في اي دوله في العالم ترى على ولدك النصيب على ولدك ابو النصيب الله يجزيك ويعافيك وكثر خيرك والله اني اقول وانا صادق يا عمي انت صادق قلت يا العب وانت راعي العلم الغانم ما عليك الله يسلمكم يعافيك غريب تنعلاك ابو النصر تسلموا لو امرض يتحفون بكذا الطليان والله ما ادري ان شاء الله ما تمرض ودك تمرض وتجرب غلاك يا اخوي ودي استغفر الله يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا يا مرحبا تعال هناك يلا يلا يا جماعة